بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله شرح المحاضرة الثالثة من الفصل السابع من مقرر Math 158. في المحاضرة اللي فاتت احنا كان عندنا مثال اللي هو 2x تربيع زائد 8x زائد 5 quadratic function، وكان هدفنا ان احنا نطلع ال vertex ونشوف ال axis of symmetry. نستكمل المحاضرة دي في رسم هذه البارابولا او هذه الفانكشن. طبعا احنا في المحاضرة اللي فاتت عرفنا ازاي نرسم اي فانكشن عن طريق الشيفتنج، وعن طريق ان انا في الاول برسم البيزك فانكشن وبشوف الفانكشن ديت هل هي شيفت ليفت ولا شيفت رايت او شيفت اب او شيفت داون، فيها سكيلينج او لا. فطبعا 2x سكوير زائد 8x زائد 5 زي ما انتوا عرفتوا في المحاضرة اللي فاتت ان دي ممكن اكتبها بهذه الطريقة، 2 في x زائد 2 all square ناقص 3 لما عملنا completing square. فنبدأ الأول اللي احنا نرسم ال basic function. كلمة basic function هي عبارة عن ال function من غير أي constant اللي هي x square. فدي رسمة ال x square زي ما انتوا عارفين parabola. بعد كده ليك حاجة من اتنين، اما اللي انت تعمل scaling يعني تضرب ال 2 في x square، فدي عبارة عن scaling، نعمل stretch vertical طبعا، او تعمل الأول shift left نقطة يعني 2 يونت، تعمل شيفت ليفت الاول وبعد كده تعمل ملتبلاي باي 2. فهم الاثنين صح، اما تعمل شيفت ليفت باي 2 بعد كده تعمل سكيلينج، او تعمل سكيلينج بعد كده تعمل شيفت ليفت باي 2. طيب لما عملنا شيفت ليفت بعد كده اخر خطوه ان احنا نعمل شيفت داون باي 3 يونت. فطبعا البوينت ديت اللي هي نيجاتيف 2 0 لما عملنا لها شيفت داون باي 3 يونت بقت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. طيب الاكزامبل اللي بعديه بيقول لي without graphing انا مش عايز ارسم، قول لي فين الفيرتكس وفين الاكسس اوف سيمتري. طيب هو مديني الان بارابولا، الاي بكام؟ الاي بنيجاتيف 3، والبي بكام؟ البي ب 6، والسي بكام؟ السي ب 1. هو عايز الفيرتكس، الفيرتكس احداثياتها كام يا شباب؟ اتش وكي صح. الاتش بكام؟ نيجاتيف بي اوفر 2 اي صحيح. طب والكي بكام؟ الكي ايكوال نيجاتيف بي سكوير اوفر 4 اي بلس سي. بس عوض النيجاتيف بي يعني نيجاتيف والبي ب 6 اوفر 2 اي يعني اوفر نيجاتيف 6 عشان الاي بنيجاتيف 3، تديك كام؟ تديك 1. طيب نيجاتيف نيجاتيف بي سكوير يعني نيجاتيف البي ب 6 يبقى 36 divided by 4a يعني divided by negative 36 عشان 4 times 4 times 3 يبقى negative 12. طيب البي سكوير يعني negative 36 divided by 4a يعني divided by negative 12 plus السي، والسي عندنا بكام؟ بواحد. طيب نيجاتيف 36 ديفايدد باي نيجاتيف 12 هيديني 3 بلس 1 يعني كام؟ يعني 4. على فكره انت ممكن تطلع الكي بطريقه ثانيه، اللي انت تعوض بقيمه الاتش في المع... في في الفانكشن دي. لو انت عوضت بقيمه الاتش في الفانكشن دي هتطلع لك 4، ايضا 4 دي هي كي. يبقى عندك طريقين لكي، اما تحفظ المعادله دي او تعوض بقيمه الاتش في الفانكشن اللي قدامك اللي هي الكوادراتيك فانكشن. طيب يبقى الاتش والكي هم الفيرتكس اللي هي 1 وكام؟ 1 و4. طيب الاكسس اوف سيمتري اكس ايكوال اتش يعني اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 1. وطالما الاي اللي هو كوفيشنت الاكس سكوير بنيجاتيف يبقى البارابولا دي ايه؟ اوبنز داون. ده اللي احنا قلناه قبل كده، على حسب الفاليو بتاعت البي سكوير ماينس 4 اي سي جريتر ذان 0 او ايكوال 0 او سمولر ذان 0، يا ريت تراجع المحاضره الاولى في الشابتر ده، بنعرف ان البارابولا هل هي بتعمل انترسكشن مع اكس اكسس في نقطتين او في نقطه واحده او ما بتعملش اي انترسكشن. لو كان البي سكوير ماينس 4 اي سي جريتر ذان 0 فهي بتعمل انترسكشن في 2 بوينت، لو كانت البي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال 0 يبقى هي بتعمل انترسكشن في بوينت واحده بس، لو كانت بي سكوير ماينس 4 اي سي سمولر ذان 0 يبقى هي نو انترسكشن. الكلام ده معناه ايه؟ الكوادراتيك ايكويشن دي لما احنا بنحلها، او عفوا الكوادراتيك فانكشن لما احنا بنحلها بنحصل على كوادراتيك ايكويشن، معادلة تربيعية. وانت عارف ان المعادلة التربيعية ليها ثلاث انواع من الحلول، ليها ثلاث انواع من الجذور. اما الجذور تبقى ريل وديفرنت لما البي سكوير ناقص 4 اي سي اكبر من الزيرو،
فكلمه جذر هو تقاطع منحنى الفانكشن مع محور اكس، يعني ده اسمه جذر المعادله، النقطه دي اسمها جذر المعادله. طيب لما بي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال 0 معنى كده ان ليها جذرين بس متساويين، يعني كانها ليها جذر واحد بس، وهو هي قطعت محور اكس في نقطه واحده بس، هو ده حل المعادله. طبعا لما بي سكوير ماينس 4 اي سي اقل من الصفر يبقى هي ملهاش حل ريل، هي ليها حل ايماجينري، فبالتالي هي ما بتقطعش محور اكس في اي ريل نمبر. استكمل ان شاء الله المحاضره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.